فور انتهاء كلمة السيد حسن نصر الله عمم التيار الوطني الحر على مناصريه بعدم التعليق لا سلبا ولا إيجابا والاكتفاء بشرح المواقف المبدئية للتيار. رأى مسؤول إعلامي حزبي أن اعتبار فرنجي مرشح مدعوم من حزب الله لا مرشح الحزب هدف بيت صعب التحقيق بعد ما كان أول من أعلن ترشيح رئيس المرده هو الرئيس بري حتى قبل ما يعلن فرنجي رسميا خوض السباق. يواصل حزب الكتائب إعادة تجديد قيادته الحزبية من خلال عملية انتخاب جديدة لأعضاء بمكتبه السياسي على عكس القوات اللبنانية اللي بيجهل كتار آلية التنظيمية الداخلية.